يعني أخوك كان عايش بأمريكا؟ معلش ما عاد تسمي لي يا أخي، لا بعرفه ولا بيعرفني، من وين صار أخي؟ خلاص ماشي حبي، لا تزعلي حالك، ما حدا بيقدر يمنعنا نقول لبعض شو ما صار. الكل عم يمنعنا تانير. أنا مو خايف إلا إنه خالي يعتبر هذا الموضوع مبدأ وما يقبل إني كمل بقصتنا. شو يعني؟ إذا ما رديت كمل تتراجع؟ أبداً، وحتى إذا تصرف هيك فوقتها نحنا رح نكون واقفين بوش الكل. أنت جاهزة؟ جاهزة وبكل وقت خبرني وأنا فوراً رح أهرب لعندك. ما خيبتي لي أملي، أنا هلأ رايح أحكي مع خالي لنشوف شو بيقلي وبرجع بخبرك. ماشي؟ طيب رح أنطر خبر. تمام، سلام. بحبك. شو رأيك؟ داود اتفق هو والسي اي اي. كيف؟ وعلى شو؟ هن ما شطبوه لأوزر، شطبوني إلي أنا. والحل؟ لازم نختفي، وانت هلأ كرمال تضمن حياة بدون أذى بدك تختفي انت وزينب سوا، وانا بهالوقت بحاول اعمل اتفاق مع السي اي اي، من بعدها ترجع بتظهر بصفتك صهر ولا خضر ورح نقتله لأوزر. وبيجوز داود وأنوار. طيب ماشي، بس إذا ما نجح هذا المخطط وقتها رح تدفنها لزينب، بعدها هروب. بس إذا ما اضطريت اوعك تتصرف معها بطريقة سيئة، وانتبه تساوي شي غلط. وإذا كل شيء صار مثل ما بدي بتكون صرت صهر لخضر. مستعجلة مثل اللي قاتل حاله؟ ما رح تفهمي علي، لا تتدخلي بهيك قصص. بس مشان أنا ما أتزوج كل يوم عم يخترعوا لي قصة بهذا البيت. أكيد أنت جنيتي هلأ، غير هيك أنا كتير حبيته للأخ علي. الأخ علي قال البابا كان عرفان وكل شي مخطط له، بس أجله حتى ما أتزوج ومشان يحط أمي تحت الأمر الواقع، لهيك جابوا لهون اليوم. فوتي إسراء. اليوم للحظة قلت لحالي طالما الكل مجتمعين على الأكل لازم وقف وقول قدام الكل إني حامل، بس منيح يلي ما قلت. قلتي لحالك شو جابني على هالعيلة ما هيك؟ والله ما بعرف، دائما في أحداث، وإذا حبيتي تحكي شي حلو ما بيطلع لك دور. ما بيطلع لك، وحتى الخبر الحلو ما نو موجود.
مريم، شو رأيك إنه نروح لعند الدكتورة بكرة؟ ما لازم أتأخر. شو قصدك إنه ما تتأخري؟ يعني خليني روح لعندها وتقلي اللي بدها تقوله، بعدين باخد قراري. بالنتيجة أنا طلعت ماني قوية مثلكن. ثروت عم بيقول إنه هالموضوع انتهى. أخي خضر قدر هلأ يحط الدولة بجيبته الصغيرة، على يمينه حطه لقلب أصلان وعلى يساره حطه لخضر علي. يعني إذا رح ينزل علينا صاروخ ما بيهمنا. قال ثروت، قال أنا عم قول حبايبي أولادي رح يحكموا العالم كله. خالتي هاد اللي مفرحك؟ مريم بغرفتها عم تبكي، وخضر طلع من هون ومبين كمان بكيان. هالشي ما بيهمك؟ شو أنت جنيتي؟ كأنه حدا مات. لا أنا انبسطت، خلقان وكبران وجاي يبوس إيدي، ليش لحتى أنقهر؟ خديجة ما بصير نزعل. لسه حفيدي يونس رح جيبه كمان إن شاء الله، ما بيتأخر كتير لأني مو حابة أعيش أكتر. ست خيرية، يعني علاقتك منيحة بالست هاندان والست جيلان وما عاد في مشاكل معهم؟ هنن كنايني. وما في حدا بيقدر يخليني أعمل عداوة مع كنايني. أهلا وسهلا أمينة. أهلين فيكي مريم. تأجلت زواج البنت، ألف مبروك. بالقصة الثانية ما في عندي حكي، وأنا مو عارفانة شو أقول، فعادي. بس أنتي مانك زعلانة من خضر علي مو هيك؟ يعني كان عم يقلك يا ماما مريم بحنية. والله يا أمينة لو شفتي بتزعلي عليه. ليش شو ذنبه الصبي؟ أنا وقتها زعلت من يونس؟ يعني بأول فترة ما حطيتيه بحضنك، وخضر علي كمان مانو بعمر ينحط بالحضن. وأنا زعلت على حالة الصبي، هاي مو عيشة اللي عاشها بأمريكا ومقضية جوات الحبوس كمان. بس طبيعي وقت جيلان بدها تشتغل من راسها رح يصير هيك. جيلان شو ذنبها؟ مثلها مثل نازلي، ما تركت الراحة تفوت على بيتنا. على الأقل هي رايحة بعد فترة قصيرة، بدها تكمل حياتها هنيك. يعني أنت قصدك إنه هاد كله من خضر؟ أنا ما بعرفه لخضر بنوب. طلعت ما بعرفه لزوجي.